هنا برضو ما شاء الله الزغاليل يا جماعة، الزغاليل المحترمة، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للجميع وربنا يرزقكم جميعا. بيجهز العيش، بس انا سايبه لما يحصوا، تقريبا هيحصوا بكرة القص ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم، ازيكم، وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم اخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهارده زي ما وعدتكم قبل كده، متابعة الزغاليل والبيض، يعني هنبص على العشوش كده مع بعض، هنقول كده شوية معلومات مع بعض. لو حضنت 3 بيضات او 4 بيضات لاي ظروف ما، هتتصرف ازاي وتعمل ايه؟ ولو لقيت زغلول كبير وزغلول صغير، وتفرز البيض، ولو لقيت بيضة فارغة وبيضة مليانة تعمل ايه؟ كل ده هنقوله في الفيديو ده، معلومات كتير. بس ارجوك اعمل لايك للفيديو عشان الفيديو ينتشر ويوصل لمعظم المشاهدين. وتعالى على طول نبدأ الفيديو. بسم الله ما شاء الله. طيب هنا انا كنت محضن 4 بيضات لسبب، يعني ده تحت قص واحد طبعا، لان في ناس كتير بتشكك ان الحمام ممكن يطلع الاربع بيضات. احنا هنتابعهم مع بعض، هم لسه اوشكهم يعني ان هم يفقسهم، لكن انا بوري لك اهو 4 بيضات ليه. طبعا لما الحمام بتاعي طار من الشباك ده، فحمام كتير ساب البيض بتاعه وطفش من الشباك، طبعا هو خاف وهرب. فاحنا حضنا اتصرفنا، يعني ده حاجة من الحاجات، ده عش من العشوش. طبعا فرزنا البيض، يعني البيض ده تقريبا في عمره واحد، ما ينفعش تحط اختلاف اسبوع، يعني لو يوم او اتنين اختلاف ما فيش مشكلة، لكن اكتر من كده لا. لكن طبعا لما هيفقسهم هنتصرف فيهم وننقل ونتابع الصغير والكبير زي ما هنشوف دلوقتي. هنا برضو دي تحتها بطين اتنين، يعني هتقول لي ليه ما حطتش هنا؟ هنا 3 افتكر اهو، كمان عليها التاريخ من 25/10، 3 بيضات. اهم حاجة عندنا ان هم يدفهم ويفقسهم، بعد كده نبقى نتصرف فيهم. يعني هنا برضو 3 ما شاء الله، برضو هيفقسهم وهنشوف هنعمل ايه مع بعض الفترة الجاية. يا جماعة هنتعلم حاجات كتير. دول معهم 2 زغلولين اهم، وبيحضرهم للعش التاني اهو، بسم الله ما شاء الله، شايفين ما شاء الله تبارك الله. الناس اللي بتسأل على الحمام بيلحم على كم يوم، طبعا فترة الصيف يا جماعة مش مقياس ان انت تشوف الحمام بيلحم. في ناس كتير ريحت الحمام فترة الصيف، يعني ازاي؟ ان هو فصل الذكر عن النتاية طول فترة الصيف ولسه بدأت تحضن دلوقتي. انا ما عملتش كده، انا سايب الحمام على طبيعته، كل ذكر مع نتايته، لان الموضوع ده محتاج مجهود كبير، وانا سبت الحمام على طبيعته. يا جماعة هم هو ما شاء الله الحمام اللحم بيلحم، العش في العش، لكن قد يتأخر شوية. الناس بتزعل ان الحمام ممكن يتأخر لما يفطم ولاده، ده مش عيب، ده ممكن يكون فترة قلش او اي حاجة زي كده. القص ده برضو بيحضر العش، طبعا زغيله كبرت زي ما قلت لكم، الناس مريحة الحمام، يعني احنا كويس ان احنا طلعنا دي زغليل الصيف، يعني هم دلوقتي اوشكهم على الفطام. هنا برضو ما شاء الله الزغاليل يا جماعة، الزغاليل المحترمة، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للجميع وربنا يرزقكم جميعا. بيجهز العيش، بس انا سايبه لما يحصوا، تقريبا هيحصوا بكرة القص ده. هنا بسم الله ما شاء الله من الاحجام الجامبو. لكن هقول لك برضو على حاجة، الناس اللي هي بتسألني على زفارة الريش وجفن الحمامة، يا جماعة جفن العين مش شرط ان هو احمر في اللحم يبقى اللي هو احسن حاجة. انا ده القص ده من الأصوص التقيلة اللي عندي، جفن تقريبا ابيض، مش عارف بالظبط، هو يعني مايل الاحمرار. الناس اللي سألت السؤال ده ما شاء الله، يعني ايه ما شاء الله، مش قادر امسك الذكر ما شاء الله تبارك الله. نشوف كده، بشوف حضرتك بنفسك العين، يعني هو نقول عليه الاحمر برضه. حضرتك زي معلش عشان انا بصور، مش عارف امسك الحمام لوحدي اهو، بصور وفي نفس الوقت ماسك الحمامة، فده شكل العين. طب هنشوف هو لو في زفارة او مفيش زفارة، هنشوف دي تعتبر زفارة او ما تعتبرش زفارة. لكن ده من اتقل الحمام اللي عندي، شوف حضرتك، ده لو تسميها زفارة انت حر، لكن ده من الاصوص المحببة عندي ومن احسن الاصوص انتاجا. ده طبعا ده بقاله حوالي 2 شغال، لكن الريش ده او الزفارة اللي انت شايفها دي البسيطة دي ما كانتش موجودة. ده ريش الجناح لحسن حد يفتكر لو هتسمي دي زفارة، دي ما كانتش موجودة غير في سن كبير، واحيانا الناس يقولوا انها زيادة كلسم، يعني ما تذكرش، يعني دي مش زفارة. شوف النتاية،
ده من الأصوص التقيلة يا جماعة المحببة عندي في الإنتاج وفي الزغليل. هي في النهاية أنت حمامة هتكون حمامة دبيح وهتكون بديلة عن البلدي، والزاجل كمان. الزاجل طبعا لها سكة تانية اللي هو السباقات وكده، لكن اللحم هيكون بديل للبلدي إن شاء الله لما ينتشر في مصر، يعني لأنه حجمه تقيل أهو. بسم الله ما شاء الله، ده قصر تاني أهو، أول شغلهم إن شاء الله. نبص على الرجل، بسم الله ما شاء الله مفيش أي زفارة، الرجل الحمراء زي ما حضرتك عايز، الجفن الوردي أو الأحمر زي ما بيقولهم أهو، بسم الله ما شاء الله وردي أهو. الراس اللي هي راس الحمام اللحم بسم الله ما شاء الله، الحجم كمان، الريشة البيضة. طبعا في ألوان تانية برة لكن لسه احنا عندنا مش معترفين غير بالأبيض، لكن ده يا جماعة رجله مفيش أي زفارة لأن لسه أول شغل له. لو الحمام ظهر في رجله بعض الريش الخفيف جدا، زفارة خفيفة جدا مش ريش، في سن كبير أو بعد سنتين من الإنتاج أو حاجة، فمفيش مشكلة في الحمامة يعني، ما شاء الله ربنا يبارك. هنا كمان القص ده دايما تلاقي ان تاي رقده مع الذكر بالشكل ده، ده من المشاكل اللي بتقابلنا احيانا، بيعملوا معارك الاصوص اللي هي بتعمل كده اللي بترقد مع بعضها دي، احيانا بيعملوا معارك مع بعض ويكسروا البيض، لكن لو ربنا هديهم ان شاء الله كده ويرقدوا مع بعض. هنخش بقى على الزغليل اللي هي صغيره اللي هو موضوع النهارده ده يا جماعه، فيهم زغلول وزغلول طبعا حضرتك كنت عارف، لكن هو ان انا بنقل يعني الزغليل من هنا لهنا، لكن هو الفرق هنا مش ملحوظ قوي، الفرق بسيط. طبعا حد هيقول لي الطاجن عايز يتغير فرشته، لا هو الطاجن ناشف فانا اسيبهم شويه كمان، انا ما بحبش ان انا اغير للزغليل في عمره صغير، يعني كمان شويه كده لما ريشهم يكبر ابدا اغير دي وافرش لهم قش بقدر الامكان. قش يا جماعه في الشتاء بيدفي يعني الرمله في الشتاء بتبرد شويه الزغليل، فلو قدرت تفرش قش يكون افضل يعني من الرمله، لو مفيش غير رمله يبقى مفيش مشكله يعني او تحديق. عندنا هنا زغلول واحد برضه مش هنغير له الفرشه دلوقتي، طبعا هي الاهالي بتبقى فرشه قش اهو، بسم الله ما شاء الله. الزاجل يا جماعه الزاجل الاسود اللي في ناس كتير بتحبه، الاسود ده هنغير له الفرشه يعني لما يكبر شويه كمان يومين ثلاثه كده تقريبا. هنا برضه زغليل نفس الحجم. طيب لو شفنا هنا العش ده برضو تقريبا دول نفس الحجم، فاحنا كده بقى معانا كام زغلول في نفس الحجم اهو يا جماعه، ممكن نبدل بينهم زي ما انا بعمل. لو جبنا التالت ده بتاعهم ناخد الكبير ده برضو، نسيب الاثنين الصغيرين مع بعض، نرجع ده الواحد اللي هو لوحده للحمامه السوداء دي. يبقى كده برضو احنا ايه اتصرفنا، هي دي المتابعة اللي انت تستفادها معانا. لسه في برضو متابعة هنقول لك عليها في الايام الجاية. معانا هنا كمان ما شاء الله الزاجل، بسم الله ما شاء الله بيلحم يا جماعة اهو، برضو زي الحمام اللاحم مع زغلول وتحته حصى، حصى باينة بإذن الله. هنا برضو ما شاء الله زغلول بديري. على فكرة يا جماعة هنعرض الزغليل الزاجل دي، اللي عايز منها حاجة هنبيع العيش الزاجل ب 80 جنيه، واذا ما تباعش هنذبحه برضو ونبيعه دبيح ب 80 جنيه، يعني كده بنبيعه ب 80 جنيه، بنبيعه بسعر الدبيح حمام متنظف جاهز، لكن اللي عايز يبقى يقول لي يعني. لكن ما شاء الله الحجم زي ما انت حضرتك شايف الزغلول اهو. هنا برضو ما شاء الله معاه زغلول ومعاه بيض. هنا برضو القص ده زاجل ابيض مع زغلولين تقريبا نفس الحجم اللي شفناه قبل كده، لكن فيهم زغلول لحم والزغلول التاني زاجل، ممكن نبدل اي حاجة منهم. دي مجموعة زغاليل برضو هنبيعها ما شاء الله، فيهم زاجل محترم، اللي محتاج حاجة يربيها واللي محتاج حاجة يذبحها موجود، يعني هنبيع كله من سعر 80 جنيه جوز مذبوح او للتربية. صح كده اكون خلصت موضوع فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو مكنتش مشترك، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.